يلا فيها ايه لما ابقى واحد اللي هدروس بره صح ينصح وحاجات هيجنن في الجوازات كل حاجه خلصت اوام ومفيش الف عيدات ولا رقود على تاني ولا هدخل على طول بص تلاقي كل حاجه خلصت في ثواني وقبل ما يطلع نهار قد نفسي وعلى القطار رحبوا بيا وخدوني قعدني جنب الطيار والله يا ناس وشاف بيبينا نجح ولا